السلام عليكم أخي المسلم أختي المسلمة. الأيادي الخارجية راهي دايرها هالة، راهي طايحة علينا ليلا نهارا، بعد ما يعني قاموا يعني شيوخنا الكبار والعلماء أنت وأنا بالرقية الشرعية للزوجة للأطفال للمطبخ لغرفة النوم وكذلك للصالون. اليوم إن شاء الله راح نديروا يعني الرقية للطوالات، بيان سور الخطرة الجاية ندير لكم إن شاء الله الرقية الشرعية للكراج. لما ترقي يعني الطوالات بيان سور اول حاجه كنت تعرفوها فيها الجنون بزاف، وهنا الله عز وجل ما تعرفوا هنا ما يدخلش بايزوم، هنا كيتقرا الايات القرانيه اطونسي نقراها في السره. اول حاجه دير تعرف لازم باش تنظف تدفل القرا ثلاث مرات، لازم تخرج النفس من فمك ولا تقدر تخرجها من مكان اخر. هذه الاولى، وتقول بسم الله بصح اطونسي قولها في السره، قولها في قلبك لانه ربي ما يبغيش. ومن بعدها بدا بيان سير بدا دير هكا هيا واقرا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اقراها في قلبك هذه. هنا رايحين يخرجوا هذا الجنون، بصح ما رايحينش يخرجوا من الباب، رايحين يدخلوا هنا لتحت ورايحين يخرجوا منه ويخرجوا، يمكن يروحوا للجار يكون ما يهمناش، ليسونسيال يخرجوا منه. ايا السلام عليكم ويعطيكم الصحه وربي يحفظكم.